الآن. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير خارجية البحرين الذي سلمه رسالة من الملك حمد بن عيسى. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي أن الرسالة تضمنت اعتزاز حكومة وشعب البحرين بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وعلاقات وثيقة، كما تضمنت الرسالة الإعراب عن التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية. استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي بشأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تم افتتاحها خلال العامين الدراسيين الحالي والسابق. هذا وعبر مدبولي عن سعادته بإنشاء هذه المدارس، مؤكدا على أهميتها وتكاملها مع الجامعات التكنولوجية التي تنفذها وزارة التعليم العالي حاليا بهدف إعداد خريج قادر على الحصول على فرصة عمل. كما تمنى أن يكون هناك مدرسة تكنولوجية على الأقل بكل محافظة، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم التيسيرات اللازمة لذلك. أعلن وزير الإسكان عاصم الجزار الانتهاء من تنفيذ 7680 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة السادات، وكذلك الانتهاء من تنفيذ 792 وحدة بمشروع دار مصر الإسكان المتوسط بالمرحلتين الأولى والثانية. وأوضح الجزار في بيان للوزارة اليوم أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، كما أشار إلى أنه تم تخصيص 24 قطعة أرض لإقامة مشروعات متعددة بمساحات مختلفة وفق آلية التخصيص الفوري. استنكر قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصيلح الاعتقالات المستمرة من القوات الأمريكية بحق قيادات عراقية وطنية شاركت في تحرير العراق من عصابات تنظيم داعش الإرهابية. وأضاف مصيلح في تصريحات له أنه يتعين على الحكومة العراقية أخذ دورها بوقف الاعتقالات التعسفية على حد تعبيره بحق رموز الحشد من عشائر الأنبار والتي وقفت ضد عصابات داعش الإرهابية. ورياضيا، يحل اليوم فريق بايرن ميونخ ضيفا على فريق شالكا في تمام 10:45 مساء، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي بكأس ألمانيا. هذا وكانت قد أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة الكأس التي جرت يوم الأحد الماضي عن تلك المواجهة بين بايرن ميونخ حامل اللقب ومضيفه شالكا، ويسعى البايرن لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وقطع خطوة نحو الاحتفاظ باللقب المتوج به الموسم الماضي، بينما يسعى شالكا لتحقيق الانتصار وإقصاء بايرن ميونخ من المسابقة.